وللحديث أكثر عن قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالسماح للأمريكيين المولودين في القدس المحتلة بتسجيل اسم إسرائيل كما كان لميلادهم، ينضم إلينا ماهر شاويش الكاتب الصحفي عبر سكايب من أمستردام. مرحبا بك معنا أستاذ ماهر. أهلا وسهلا بكم، حياك الله أستاذ يوسف. إذن هذا قرار متعشرف جديد من قرارات الإدارة الأمريكية التي سبقتها طبعا قرارات كثيرة، لكن كيف يمكن قراءة هذا القرار السماح للأمريكيين المولودين في القدس المحتلة بتسجيل اسم إسرائيل في وثائق الميلاد وجواز السفر وما إلى ذلك؟ لا، بداية حقيقة هذا القرار كما تفضلتم هو يعني حلقة في سلسلة قرارات الإدارة الأمريكية التي قادها ترامب على مدار 4 سنوات السابقة، والتي بدأت بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، ومن ثم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبعد ذلك جاء وقف الدعم لوكالة الأونروا حتى يكون هناك يعني شطب وألغاء لقضية حق العودة ولملف اللاجئين ككل، ثم تلا ذلك المساعدة في قضايا التطبيع كما حصل، وفرض صفقة القرن، وفي الأخيرا يعني إزالة المبادرة العربية على الطاولة كأساس للتفاوض بين في الصراع العربي الإسرائيلي، وفرض صفقة القرن كأسلوب للتفاوض. جاء هذا القرار في خضم هذه القرارات وفي سياق الانحياز الأمريكي الكامل حقيقة في هذه الإدارة بالذات، الانحياز الكامل للاحتلال الصهيوني. الآن حقيقة المشكلة أنا أعتقد ليست فقط في هذا الانحياز، المشكلة أعتقد الآن باتت في فهمنا لهذه الإدارات الأمريكية، أقصد في فهم صانع القرار الفلسطيني لهذه الإدارات الأمريكية وكيف يجب التعاطي معها. مع المؤسف صانع القرار الفلسطيني لا يزال يراهن على هذه الإدارات الأمريكية، وأنا أعتقد أنه الآن ينتظر من سيفوز في هذه الانتخابات. هذا القرار في المجمل يضعه ترامب قربان وزلفة بين يدي الناخب الأمريكي، وتحديدا اللوبي الصهيوني أو المحسوب على اللوبي الصهيوني، حتى يكون داعم له في البقاء في البيت الأبيض لدورة انتخابية جديدة. نعم. طيب أستاذ ماهر، من ناحية أخرى هذا القرار الجديد مع القرارات السابقة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وقرارات الضم وكل ما إلى ذلك من القرارات التي تعرفها، كيف يمكن أن تؤثر على وضع المدينة المقدسة؟ هذا القرار لا شك من حيث المبدأ هو تزوير للقضية الفلسطينية وتزوير حتى للرواية الفلسطينية الحقيقية. أما تأثيره على الوضع فيما يتعلق في مدينة القدس هو يعني لا شك يدعم صفقة القرن بحيث الجزئية المتعلقة بأن القدس بين قوسين عاصمة لدولة هذا الاحتلال، وأيضا لا شك أيضا يحاول أن يلعب بالتركيبة السكانية للقدس، وأيضا يعني يغير ديموغرافيا تركيبة القدس حتى يكون الأغلبية فيها للمحتل الصهيوني والمستوطن الصهيوني. نعم. طيب يعني نحن نعرف أن هذه القرارات تتزامن وكان هناك تطبيع مع عدة دول، وهذا القرار أيضا يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعني أصبحنا للأسف الشديد أصبحت قضيتنا الفلسطينية جزء من بزار الانتخابات مع كل الأسف، والقيادة الفلسطينية لا تستطيع حراكا في أو ضد هذه القرارات. إلى أين وصلنا أستاذ ماهر؟ مع الأسف وصلنا إلى حالة ربما قد تكون يعني من أصعب الحالات التي وصلت إليها القضية الفلسطينية بعد 70 عام من تاريخ هذا الصراع. المؤسف كما قلت في البداية أن هذه القيادة وصانع القرار الفلسطيني لا يزال يراهن على الإدارات الأمريكية المختلفة، ولا يزال يراهن بأن الديمقراطي ربما يكون أفضل من الجمهوري، وبأن إدارة الرئيس الفلاني قد تكون أفضل من إدارة هذا الرئيس التالي. المشكلة الآن من يتابع تصريحات جو بايدن، يعني الآن بعض القيادة الفلسطينية تراهن على أنه سيذهب ترامب ويأتي بايدن. بايدن نفسه قال عن التطبيع بين دولة الإمارات وبين دولة الاحتلال، قال بأن هذا التطبيع هو عبارة عن حركة إيجابية وعبارة عن خطوة إيجابية، وقال بأنه قرار شجاع وقرار حكيم من دولة الإمارات، وهو يمهد لمشروع التسوية. السؤال، هذا هو رأي ترامب في قضية، هذا هو رأي بايدن في التطبيع. إذا ماذا تنتظر القيادة الفلسطينية؟ هل تنتظر القيادة الفلسطينية أن يأتي مثل بايدن حتى يحكم؟ بايدن كان نائب لباراك أوباما على مدار فترته الرئاسية. ماذا فعل بايدن عندما كان نائبا؟ لم يقدم أي خطوة باتجاه حل عادل لهذه القضية الفلسطينية وباتجاه إنصاف القضية الفلسطينية وباتجاه إنصاف الجانب
الفلسطيني. ولن يقدم المشكلة كما تعرف كما قلت هو في الرهان على 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 هذه الإدارات الأمريكية. الإدارات الأمريكية في سياساتها الخارجية، وهذا بات معروفا في كل الإدارات السابقة، ألا سياساتها الخارجية لا تتغير إلا بشكل محدود وبنسبة معينة. نعم. وكل رئيس أمريكي يأتي ليضع بصمته في هذه السياسة الخارجية، وغالبا كانت كل هذه السياسات الخارجية تصب في خدمة الكيان، كيان الاحتلال، وتصب في الانحياز الكامل لهذا الكيان. إذا مشكلتنا. شكرا. نعم. شكرا لك أستاذ ماهر الشاويش، الكاتب الصحفي عبر سكايب من أمستردام.